صديق انا شفت فعلا. مرحبا بكم معنا في مباشر جديد، في مباشر عجيب وغريب. هادشي اللي غنشوفوا معنا على المباشر، شوفوا معنا اصغر فيروج في العالم، اصغر فيروج ممكن انك تشوفو فين كيتواجد. كيتواجد في العاصمة، الاقتصادية، كيتواجد في المدينة الذكية وسط المدينة الدار البيضاء. ما رأيكم مشاهدينا الكرام في أصغر فيروج ممكن أنك تشوفه في حياتك، أصغر فيروج ممكن تشوفه في العالم، يعني على المباشر. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، كنحاول نقربكم أكثر من الصورة. مرحبا بكم معنا، حنا كنتواجدو في كازا، نحاول نقربكم من الصورة. شوفوا معنا أصغر فيروج، أغرب فيروج ممكن انك تشوفه، غريب وعجيب صراحة. نشوفه معنا فيروج، يعني هنا كنت واجد تقريبا دابا في شارع رئيسي، يعني كنقولوا شارع رئيسي راه فيه واحد الرواج كبير وفيه واحد الحركية كبيرة. واش هاد الفيروج الصغير يقدر يشوفو الشارع كامل والطوموبيلات كاملين؟ الجواب راه ولا طبيعة الحال، يعني راه غادي جوج طوموبيلات ولا ثلاثة اللي قدام، ومن اللي ممكن انهم يشوفوا واش على الضوء الحمر او الضوء الاخضر، فما تبقى فراه ما يقدرش انه يشوف. كيضطر ان الانسان كيبقى كلاكسوني كلاكسوني، كيستغرب ان علاش الطوموبيل اللي قدامه وقفات، يعني علاش؟ حيت هو ما شافش فيروج، ما شافش الضوء الاحمر ولا الاخضر. فهذا حل ترقيعي، كنعرفوا هنا كاينين الاشغال كيف ما كتشاهدوا على المباشر، ولكن هذا فرح حل ترقيعي، حل ترقيعي للاشغال، حل ترقيعي كيدار باش ان تتسالي الاشغال، ولكن لا فراه شي غير معقول. فهاد المشاهد هادي فهي صادمه، المشاهد ما كنبغيوش نشوفوها في مدينتنا في بلادنا، كنبغيو نشوفو كاع المدن ديالنا في ابها حله وفي واحد الحله اللي زوينه، ونشوفو البنيه التحتيه ديالها زوينه، ونشوفو جميع الامور كيفاش رقيقه. فابسط الحوايج اللي هي مثلا فيروج بحال هذا الشكل هذا، صراحه ما كنبغيوش نشوفو بحال هاد الامور هذه بكل صراحه. غنشوفو معنا على المباشر مشاهدي قناه شوف تيفي اصغر فيروج في العالم، كيتواجد في شارع شهير في كازا، شارع رئيسي قلب العاصمة الاقتصادية، ومش يسمى بين قوسين بالمدينة الذكية. شنو الرأي لكم مشاهدينا الكرام؟ شاركونا في التعليق. واش هذا تقريبا اغرب فيروج ممكن تشوفوا صراحة؟ اصغر فيروج في العالم كاين هنا في كازا. الصور امامكم، كاين اللي كيوقف كاين اللي ما كيوقفش، حتى الناس كيستغربوا كيقولوا علاش الطوموبيل قدامنا واقفين، راه غيجي وغيكمل، يعني كتعرفوا الطروطوار غيجي وغادي يكمل. صور صادمة، مشهد صادم على المباشر مشاهدينا الكرام. فيروج تقريبا في واحد صغير بزاف، اصغر فيروج صراحه ممكن انك تشوفو طالما انك زلتي وشفتي فرا العالم كامل او المغرب كامل ممكن فيروج بهذا الشكل هذا. اصغر فيروج على المباشر مشاهدي قناه شوف تيفي يتواجد فين؟ في كازا. شو رايكم على المباشر مشاهدينا الكرام؟ اصغر فيروج في العالم كيتواجد في شارع شهير بقلب العاصمة الاقتصادية، ما رأيكم مشاهدينا الكرام؟ شوفوا معنا على المباشر شنو واقع.